واش راك مع ولدير كيتكمل القرايه امير لقمان؟ انا دوك راهي تلفت لي ما بين سلطان قبل ما يموت بابا ولا بعد ما يموت بابا. انا بابا ممر ما راح يموت حيبقى سلطان محل يطلق بوسطو. يا لطيف شكون جا؟ شكون تخزرش فيها هذا انسان تاع مشاكل دوك شوفك تشوف فيه يجي لك. واش بك خايف منه خلعك؟ هذا مشقف تاع مملكه المكاسر وليك شعره شحال طويل مش دخل شعره في الوسط. نحن في مملكتنا ذو الشعر الطويل هم الأكثر قوة. أوه. وشعري هذا يحمل أسماء كل من قطع سيفي رؤوسهم. فإذا كنت لا ترغب في الانضمام إلى القائمة فعليك بالانصراف. فأنت جالس في مكاني. هذا مكانك؟ أمير لقمان خلينا منه هيا نروح. نحكي ودك اليوم. مكانك عبالك وين؟ جبانة. وأنا تأخذ رأيي. أدي صاحبك هذا القردون ديالك رحت تلعب بعيد على خاطر تخلص عليك مال اليوم. تكلتك أمك تتحدث معي هكذا؟ شوف أنا هذه تكلتك ما فهمتهاش صح أمك تخلص عليها. مولاي لا تكتيك كانت مليحة وأنا كنت رأس الحربة صدمت عليهم والجنود مورايا مولاي غشفونا بدينا نربحوا خشونا مولاي طلقوا لنا سبع. انت يطلقوا عليك سبع بقيت يفروها معك. حبيت نسقسيك يا اخي كنتو كيف كيف شوف الرجل كيف راهو مقطع كاع راهو متشردق شوف وانت راك تقول مانكا درك انا نحكي لك مولاي فارس هو اللي رماني على راسي انا قلت له الجنرال هو اللي يصدم الاول في الحرب هو قال لي اسبقني قلعج عليهم ومن بعد نلحق انا ومن بعد طلقوا عليا سبع. يا حفيد انت واش درت؟ واش حبيتني ندير مولاي؟ طلعت في السجرة بصح لحقني وعظني ومن بعد راح وخلاني ما فهمتش علاه. اوه فارس وين كان؟ طرح رجليه كي هو كي الجنود تاعو. هذه اللي زعما قلت لي لا تكتيك وراس الحربة راس الهربة وي. مولاي خليني فهمك سكتنا فارس لو كان المملكات الاخرين يسمعوا بينا يحطونا في الجرنان. يحطوا يدير لهم انا فارس. روح روح ها؟ روح روح عشان ذوك نخبش أكثر من سبعة. أمرك مولاي. مولاي هذا فارس يزمنا نعزله من منصب تاع جنرال درنا فضيحة باتشي وش قاعد ندير هنا أنت؟ نستنى فيك مولاي. وانا لا ركت سناني أنا يا خير روح عند برهان باه يداويك راك مخبوش. بصح مولاي ما تعطيناش الدرهم باه نشري الحوايج والعيد. ملك دحمانوس ملك هدومينا بصح انت وخدوس انت يا نوصيبوس لقمان ما صبت لما تدلنا دلنا الوليد شقيفوس على بالك نحيكم انا شايد وليد وعندي يقرا باطوليس غير باش نربح الملاحة. بصح ملك دحمانوس هو اللي تبلاني الاولاني انا كنت قاعد نسقى هو مع صحابي جاب دعي وعشا عليا كي البلارج وتقطع على الكاتشوفالوس اي نورمال يعاود ينوطلو انت وباباك قرعوس ما كان والو واش ربحت غير المشاكل وكريدوس هذا واش ربحت دحمانوس لقمان لازم يروح منا هكاك يهضر معنا شقيفوس نقولوا له بلي حاوزنا هوس بصح لا تحوزوني كوات بلاني الاولاني ملك هدومينا ما ناخذش الريسك على جالك فهمت دي قدرتها بيدك حلب سنانوس صح ملك دحمانوس اجيني يا بلوني جيكس نورية مولاتي قولي له يسقد لي ملهيه ويدي لي شجرة تاع الياسمين هنا حاضر والورد هذا وين تحب نحطه لك هذاك نورية يبسيه وديريه لي في شمبرتي نبغي الورد اليابس حاضر مولاتي مولاي يا لقمان أول السبات تاعي على سلامتك مولاتي الله يسلمك يا الوردة تحياتي شارك الدير أنا ما تقراش لا لا الشيوخة تاعنا داروا لاقراف وقلت نجي نطلع عليكم ها حتى عند دحمانوس الشيوخة يقرفوا مولاي لقمان على سلامتك
الله يسلمك النوري، واش راك؟ من داك صافا ومن داك الحمد لله. على بالك باللي جيت مع البريه تاع الحمانوس في وقت واحد مولاي لقمان. من عطر مش عينك مولاي لقمان؟ واش في هاد البريه نوري؟ مانيش عارف مولاتي، انا تعرفيني كلش كلش، البراوات تاع مولاي ما نقراهمش، بصح على حساب عيني كي زلقت بالك كاش ما يكون مولاي لقمان داوز في ليكول وحاوزوه وانا خاطيني. ها لقمان والملك دحمانوس راه يزيد يقول في الرساله ديالو المشكله اللي خلقها وليدك لقمان اتمحن بها وغير ينسى يولي يقرا عندي. مولاي انا اللي توشي في مولاي لقمان الحرب. مانيش عارف علاش دحمانوس راه خايف على جل 14 شهر. يا مولاي مملكه المكاسير واعرين كاسير. هذا واش هذو مكسرين ولا واش؟ جمع لي ميكسر يا مولاي. نحسب لي طاح في يدهم الميكسيوا. ما يفهموش يا مولاي ومعروفين في الحروب. والله وشقيف الملك ديالهم يا مولاي شعره طويل يدير قريب زوج مترات. عندهم عيب اللي يقطع شعره. ما يقطع شعره غير اللي يخسر في الحرب. مولاي لقمان توحشتكش. بهدلتني على بالك يا وليدي. ياك يا وليدي بعدتك تقرا ولا بعدتك باش تخدم حفافه؟ عاشور على دبزه تاع بزوزك داير كاع هاد الحاله. دحماني صور ردها انترناسيونال. انا راني مخلص في الزيت باش وليدك يقرا يروح يضرب لي وليد الناس وما صابش كامل في من يخلط في وليد شاقيف يا ابو حبل سيدي. وليت بلاني جبد لي يما. ايوا جبد لك يما كان علاه. كيفاش عاشور؟ جبد لك يماك. مولاي انا اللي تشيلي في مولاتي اختي انتيم العجبة تاكله الحرب مولاي. سكتنا فارس. انا مولاي في رايي راك تخمم لازم تبعث مولاي لقمان يطلب السماح من الامير تاع المكاسير هكذا نهدنوا الحاله. عنده الحق وليدي. هذه مش تعودها وزيره. انا الامير لقمان ما نطيح من قيمتي وما نطلب السماح. هيا شفت عاشور ها وزعف ها وتنوى روح اشتري له حبيبه حلوه. مولاي شقيف انا مرسول من عند مولاي عاشور العاشر سلطان المملكه العاشوريه او يسلم عليك وقال لك سمح له بزاف بزاف صرات غلطه وما تعاود ومسحها في المرسول وفرات. تقطعون شرف ابني وتطالبون بالمسامحه. ومن يعيد خصله ابني؟ عليك شو تهنا يا مولاي. قال لك مولاي عاشور العاشر شويه سوبر غلو تلصق. سوبر غلو غلو مولاي غلو. وجبت معايا شويه زيت يدلك زوج مرات في النهار تخلف. زيت تاع الزيتون مولاي ولا خصكم نزيدو لكم؟ تسمعون ماذا يقولون؟ يطالبون بالمسامحه مقابل زيت الزيتون. فلنسامحهم على طريقتنا. مولاي مولاي المكاسير راهم بعثونا هاد البريه وهاد البلاره مولاي. ها هاي بشاره تاع خير. تفضل مولاي. وانتم تخلعوا فينا وما نعرفوهاش. عم بعثوا لنا سوب دو بواسون وعلى حسب الريحه تاعها باينه بنينه. قرانا البريه نوري. ها بصح راهي مكتوبه بالعربيه تاع العرب ما نعرفش نقرا. ها اقرا برهان. حضرة السلطان عاشور العشر نشكرك على الزيت التي ارسلتنا اياها. بلا مزيه بلا مزيه.
هادو مولاي سير كانوا سمعوا بيا وخافوا يجوا. ها فارس لو كان يسمعوا بك يجيو يجريو ماشي يخافوا. ايا كملنا البريه برهان. وستجد ردي على طلبك بالمسامحة داخل القنينة. نينا إيه بلارة محسوب البلارة. نعم يا مولاي. وأعلمك أنني سأسحقك كما سحقت المرسول الذي هو بين يديك. يبدأوها مليح ومن بعد يبدأوا غير أجنو. وش يسحقني أنا وش يسحقني؟ إلا روي حوس على الدراهم غير يمسح فمه. أنا ما عنديش. مولاي يسحقك حاب يقول لي الحيك. هاد البلارة ماهيش لا سوب دو بواسون. هذا المرسول تاعنا رحاوه وبعثوه لنا. زيد ليش؟ راني نقول هذه الريحه نعرفها. جندي تاعنا مسكين رحاوه مليحه. مولاي هذا الجندي تاعي انا؟ وليك. نوري رايحين نريحيونا كامل. نوري وترقب جيوشي يوم الأربعاء بعد العصر. ها؟ تبقى غير غدوة. هي بدات يا مولاي. عيبة وقتاش يعد العصر؟ يا سكان المملكة بلاء هام. الغايب يعلم الحاضر واللي ما سمعش خبر اللي سمع. مولاي عاشور العاشر ربي يزيد في شعره وينقص مشعركم. راه يسلم عليكم وانتم ما تسلموا عليه وتحبوه وراه يقولكم باللي توحشكم وعلى باله باللي انتم رجال ونساء والله يبارك عليه. وقت من عيد هذا فيه اللوش راه يقولنا واش كاين. خلينا من الهضره الزايده يا اخي. حاله يا اخي راه يقولك انت واش دخلك هل باش شحال تبغي الشوك. خليني نهضر. ها الدعوة راهي الحال. لا يا سكان المملكة على بالي باللي ما على بالكمش مملكة المكاسير رايحين رحونا كامل إذا ما تحدناش وقابلناهم. وعلى هذا راكم كونفوكي غدوة بعد العصر في الدخلة تاع المملكة. قلت لكم تبرعت هذا فيه اللوش. انتوما تحوشوا لينا غير كي تحصلوا. يا روحوا شوفوا جهة أخرى. حقرونا سكتنا حقرونا خلينا نفهموا واش كاين. واش اللي واش كاين جا واحد ويقول لك باللي السيد راه بلاونا. يا سكان المملكة اسمعوا لي مليح. مولاكم برومالكم باش يخلصكم واللي يموت جنازته خالصة ونمدوا له كارت ميليتير تاع لارمي وقبره يتبنى بلا فايونس. وعلى بالكم باللي كل عام نديروا لها التكريم وزيد بالزيادة فيها ليموناد والقاطو. هيا طب 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 قولوا من لح بيهم احنا ما نجوش. ما نجوش احنا ما نجوش. يا ودبروا لسانكم احصلوا بيها. بورين فوا عندهم الحق لو كان ما نقفوش مع السلطان نروحوا فيها كاع. انتك مع المملكة ولا راك مع جات مولاتي عبد الملك؟ ما قبلوش مولاتي القبر بلا فايونس والو. يا سكان المملكة اسمعوني الحرب هذه ماشي سهلة والمكاسير واعرين وإذا صدموا علينا ما يخلوا لا كبير لا صغير لا مرأة لا رجل ولو كان ما تعاونوش مع السلطان عاشور العاشر عليهم رايحين يصدموا علينا ويرحونا كامل كما رانا. هي صح السلطان من داك يعميها بصح في وقت الصح يوقف معاكم. صح صح. نسيتوا ضربة الفراعنة؟ نسيتوا واش داير على جالكم؟ مديكم كلش بعتكم باطل غير باش ما يطيحش نيفكم. صح صح. وعلى هادي لازم نبينوا للعالم والمملكات الاخرين باللي احنا متحدين. ما غير احنا ما تفهموش ما بيناتنا بصح كي يدخل براني ناكلوه. تعرفي مولاتي جوج كلايب جبتهم؟ نستعرف نوري مزيارك هنا. برهان راه عليا السطر وراه فيا السخانه البارده. يا فارس
انت ما بيك والو، انت موسوس هذا ما كان. درك استر فيا انا ولا فيك انت يا. وانا فحصتك يا فارس وقلت لك ما عندك والو، دوك نعطيك فيتامينات تشربهم وخلاص. لا 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 لا, لا. هذا المرض هذا ماشي تاع فيتامينات، هذا انا نعرف روحي، هذه اللي قلها واحد المالادي تاع شهرين ماتيرنيتي. انت ايش عندك؟ راني معصب على يدي، البارح حرفست على مسمار مصدي برهان، وقيل راه فيا تريباتيت بعيد الشر عليك. هيباتيت يقولوا لها فارس، صديد يدير لك تيتانوس والمسمار تعفس عليه برجلك ماشي بيدك. صح مالادي، غدوة بين العصر والمغرب هذا مكان. هم بعد يشوف. صح راني قارعة. ولي كوبي لي زيو ديالك خطا، ما عندكش وحده كيما هذه قدي. هذه اللبسه خدمها لي برهان سبيسيال الحرب، فهمت؟ وسير مزير كاش قدك تا الى كش ما تزقعت عليك، روح شوف كاش بنتي تخبى فيها. هيا رجلاوي نوضوا روحي كومبينيزو. يا ربي يسلك على خير يا ربي. عاشور هاك رايح ترقد بهذه اللبسه؟ مانيش حاب نترحى وانا راقد، فهمتي؟ غير خمي على روحك، شوفي انت كاش حل يا ولا زانكات كوفري بها روحك. على خاطري الا رحت لك انا ديري في بالك بلي ما تصيب حتى واحد. عاشور علاش راك تفول علينا هكا بالشر؟ علاش ياك على بالك بلي سكان المملكه راهم معانا؟ الحلفه راهي في ظهري ماشي في ظهرهم، فهمتي؟ الله يسلك على خير، هذه كاع لقمان وليدك. قلت لك يا راس ماشي قلت لك ربي سقمي هدريسي هاتي رحتي حليتي له العين، هاي شوفي ذوكا وين وصلنا. هو ذوك على باس عليه. علاش مسكين لقمان علاش؟ هاك عارف شنو صار له؟ ما راه لا ياكل لا يشرب ولا يرقد مسكين، وديجا همت على الجامعه بزاف عليها. يا عمري تخمم له على الجامعه، تخمي على وليدك بصح رجلك ما تخميش عليها. انا نرقد نرقد انا هكا يا باش على اقل بنادم ميلاد ميكساواه يتميكسا مروبوز. تصبحي بخير يا ربي. الضحكي وانا قاعدين الحمد لله اني مكوفري. مولاي مولاي لقمان كاش ما نزيد نجيب لك؟ يعطيك الصحة نوري، روح ترقد هذاك هو. كاش ما بقى رقد مولاي؟ الحالة راها مقلبة على غدوة مولاي، الناس كامل راه توجد الحرب على جلدك بوشعور. لقمان مولاتي هادشي راك هنا رايحة تنوض حرب على جالك وانت قاعد لي مع الشيشة شايخ ما على بالك بوالو. لا لا مولاتي على بال هذا، وين قلتها له مولاتي؟ حرب واش حبيتيني ندير؟ نوض نبكي حرب. لقمان هاد الحرب ماشي كما الحروب الاخرين، هادو اسمهم مكاسر ما يرحموش، وعلاش ما حبيتش تدوموندي منهم سماح؟ هادي تاني قلتها لها. انا الامين لقمان طلب سماح. هادي ما تجيش تعاوديها عبله. نوري خرج علي هاد الجواري. مرت موزل سامحونا. نوري ما يخرجوش. مرت موزل ما تسامحوناش. نوري قلت لك خرجهم عليا. احبسوا مولاتي. ها مولاي ها فهموا راحكم، ما نبقاوش نلعبوا، يخرجوا ولا يقعدوا. انا لو كان سعفوني يقعدوا ولا يخرجوا، ما يتهبلوني ولا كيفاش تروح. عمي هادو ولاد عاشور هادو هبلوني. طلعوا 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 خط. اي 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 لقمان وليدي اطلع وليدي اطلع. شد كيفه عندهم الكلمه تسمى جو في الوقت ما يرحيونا. خلاص خلاص مولاي ما تخافش. لا ما يقدرش، وديجا سكان المملكه راهم معانا. نسيت نسيت كاش سكان المملكه على بالك شتي الخوف ينسي. نوري نعم سكان المملكه وين راهم؟ داروا علينا مولاي. انا هادي قريت لها حسابها خلصتهم على فونس مهما عندهم وين يروحوا مولاي. برافو نوري، الامل الوحيد اللي كان عندنا باش نلاقيو المكاسير راك ضيعت يا مولاي. رانا رايحين نقابلهم وحدنا،
أنا رايح نترحاو واحد نترحاو. قول لي فارس وراه فارس فارس يا مولاي الريحة نتاعو ما ظهرتش. شوشو وراه فارس؟ بين أنتم يا شجعان المملكة العاشورية، اخرجوا لنا شجعانكم. الله برش انت نبل لحقت. شد روحك شد روحك. شو كيف يعني مش راح انت موت؟ هكذا تقابلون الرجال وراء الجدران. أين أنت يا عاشور؟ يا مولاي هذاك هو جهد الروح. اخرجوا فإنه آخر إنذار. مولاي هيا خلاص دير شوية كوراج يخلعونا هادو. وان تو تري فيفا عاشوري. وان تو تري فيفا عاشوري. عاشوري رم رايحين يرحوني بقشوري. شوشو سي لا دارنيير شوشو راكي تسمعيها وزير. مولاي كي تكتب التاريخ ما تقولش باللي عاشور العاشر رحاوة، لازم تكتب باللي عاشور العاشر قابل الجيوش والدبز معهم واحد بواحد وطير لهم راسهم كاع. ما تخممش يا مولاي حناني نكتب التاريخ. نتكل عليك قليل. مولاي مولاي برهان. لا مولاي ما تخرجش يا مولاي ما تخرجش، راني لقيت الحل. وش بالحل يا برهان؟ راحين يصدموا علينا. مولاي دير بيا ثقة، اعطيني 5 دقائق. وش نقول لك يا برهان؟ انا بالنسبة لي 5 دقائق ماشي مرحي، خير من 5 دقائق مرحي. بتيروشة. يجب علينا ان نكون حذرين، فالعاشوريون مخادعون. بتيروشة. هكذا رجالهم؟ مولاي شقيف، مولاي عاشور، ربي ينقص من شعرنا ويزيد في شعره، راهو يقول لكم قبضاته وكرشو يفري عليه ليه ويجي. قبضاته وكرشو؟ قبضاته وكرشو. أكل هذا خوف؟ مولاي عاشور أطلب منك السماح، لم أكن أعلم بأنك تملك شعرا طويلا كهذا، ولم أكن أعلم أيضا أنك قوي. العفو مولاي. نقصت منه على بالك حيث لو قالي فخش. سوف أنسحب حالا أنا وجنودي. السماح مولاي السماح مولاي. بهذه المرة أني سمحت لك مش على الخطرة الجاية، لو كان الدور هنا وتتصرف نفس التصرف. بالكف 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 حتى المملكة تاعك. شكرا مولاي عاشور العاشر شكرا. مشقف حسابك عسير عندي يا رأس الهندي. جنود تراجعوا تراجعوا. شقيف وراك رايح وين؟ الزيت اللي بعتها لك تعاود ترجعها قطرة بقطرة. أمرك مولاي. هيا دوك هيا تراجعوا. مولاي السلطان عاشور العاشر. مولاي الفلون تاعك بالشيكولا كل عدا مولاي يتراد شعرك يطرطق مولاي. مولاي راهم جاوا الجاريات وقالوا لي افير اوجون مولاي. يا حسره
قلامي حابين نزيد لهم في الخلاص. هذه ما على باليش مولانا خاطيني. قول لهم يدخلوا، قول لهم يدخلوا. تفضلوا. بدو على ربي يبكوا. وعلاش راكم تبكوا يا مسا؟ شت كيف برهان واش دار؟ نحلها حتى لي راسي. مولاي نقعدوا هكذا مولاي؟ راكم حابين تعيشوا فراطس معزين مكرمين في المملكه العاشوريه، ولاكم حابين تموتوا مرحيين؟ ها؟ ولا واش قلتي الفرطاسه؟ شت شعل الشعر مليح.